اهلا بكم من جديد مشاهدينا ونكمل كلامنا وفقرات استاد الاهلي. الصراحه النهارده معايا ضيف غير عادي، ما شاء الله تاريخ كبير في مجلس اداره النادي الاهلي واحد افراد مثلث الرعب. مثلث رعب، كان في مثلث رعب كده في مجلس اداره النادي الاهلي، وهو صديق شخصي كمان للمايسترو الراحل الاسطوره الكابتن صالح سليم، سياده اللواء سفير نور عضو مجلس اداره النادي الاهلي ومساعد وزير الداخليه الاسبق. نورنا يا فندم وشرف لي ان حضرتك. شكرا يا حبيبي، متشكر جدا. سياده اللواء، حضرتك تاريخ كبير في النادي الاهلي واحد افراد مثلث الرعب، عايزين نعرف مين مثلث الرعب. والله دي حتى اللي اطلقها كابتن صالح الله يرحمه، كنت انا والدكتور حسام بدراوي والمهندس ابراهيم معلم، احنا الثلاثه كنا بننجح ورا بعض، احنا الثلاثه باكتساح والفرق كبير جدا جدا اللي بعدينا يعني. وكان حتى في الشغل كنا يعني كل واحد فينا كان قايم بدور، يعني الحمد لله بنشكر ربنا انه يعني قدرنا ان احنا نقوم بهذا الدور لخدمه نادينا الحبيب الغالي المحترم النادي الاهلي. النادي الاهلي قيمه كبيره وبيحتاج لدعم كل ابنائه. مش عاوز كلام. بيحتاج لدعم كل ابنائه، ودي يعني كلمه في توقيت مهم، لان النادي الاهلي في المرحله اللي فاتت سياده اللواء الكثير من اللغط، حاجات غير مفهومه، هجوم غير موزون على النادي الاهلي، وباشياء مش منطقيه. في بعض من الخلافات ما بين النادي الاهلي واللجنه الاولمبيه بسبب اللائحه الاسترشاديه، والمهندس محمود طاهر بعد فتره عمل مؤتمر صحفي كان بالامس وطلع تحدث فيه الى وسائل الاعلام والى الكل ليبرز فيه لائحه النادي الاهلي، وان ليس هناك اقصاء لاحد، وان ما فيش بند الثمان سنين. وبدايه كلام المهندس محمود طاهر ان الاهلي ليس على خلاف مع احد، سواء وزاره الرياضه او اللجنه الاولمبيه، ولكن في اختلاف في وجهات النظر. اول سؤال لحضرتك، يعني حضرتك شفت المؤتمر ازاي امبارح؟ اولا امبارح المهندس محمود طاهر هو صديقنا طبعا وزميلنا، كان معنا في مجلس الاداره، قعد معنا دورتين، دوره معين ودوره بالانتخاب. نعم. وكان محبوب جدا وشخصيه جميله وعظيمه، وكان كابتن صالح يحبه جدا، يعني تحس كده بمحبه جميله بينهم من بعض يعني. كابتن المهندس محمود طاهر امبارح رجع الزمن الجميل، رجع مؤتمر صحفي كان يعمله كابتن صالح. نعم. رغم ان كابتن صالح ما كانش يحب يعني الظهور الاعلامي. نعم. والصحافه ولا حاجه على الاطلاق. امبارح كانت كرامه النادي الاهلي، شموخ النادي الاهلي، عظمه النادي الاهلي، كرامه النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي هو اكبر نادي في منطقه الشرق الاوسط والتاريخ الطويل الكبير، ده هو زعيم افريقيا يعني، مش عاوز كلام يعني، افريقيا دي ما احنا ده احنا بوابه افريقيا. امبارح فعلا محمود طاهر عيشني يوم من اجمل ايام العمر. طيب هسال حضرتك ايه ابرز يعني بدايه الكلام، النادي الاهلي مهندس محمود طاهر صرح في اول حاجه عشان الناس ما تفهمش ان في تخاصم ما بين النادي الاهلي والجهات الحكوميه، خاصه ممثله في سياده الوزير خالد عبد العزيز او في اللجنه الاولمبيه ممثله في السيد هشام حسن. طلع مهندس محمود طاهر او ابرز المهندس محمود طاهر في كلام انه ما فيش خلاف وان الاهلي له حق في وضع لائحته. هل فعلا الاهلي له الحق في وضع لائحته، ولا هو بيدور او بي 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 بيكمل في حق مش بتاعه؟ عشان بس الناس ممكن تكون مش فاهمه. اولا النادي الاهلي ده انشئ سنه 1907، هو كان احد زعماء العظام سعد باشا زغلول. نعم. رئيس حزب الوفد، وده كان نادي الشباب الوطني، نادي الوطنيه، دي نمره واحد اللي انشئ 1907 وكان له لائحه في 1907. اللجنه الاولمبيه سنه 1910، يعني احنا نعرف اللائحه قبل اللجنه الاولمبيه بثلاث سنين. نمره اثنين، اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية على المستوى المحلي في مصر يعني ليس من حقها التدخل في أعمال الأندية على الإطلاق، بل والاتحادات الرياضية. لا يمكن من حقهم يتدخلوا ولا يجوز أنهم يتدخلوا.
انما عاوز اقول لك على حاجه، هو اللي حاصل ده كله نتيجه بعض الشخصيات اللي هي عايزه تقعد في النادي الاهلي طول العمر. هي عمليه انتخابات، عمليه انتخابات. انا بقول كده يعني. طب لو فكره تانية قول لي ايه علاقه الانتخابات فندم بان انا بطلع القانون من اللجنه الاولمبيه او قانون من وزاره الرياضه بعتمده في البرلمان، ثم اللجنه الاولمبيه اللي بتاخد الامور زمام الامور من وزاره الشباب والرياضه لوضع لوائح الانديه، ايه علاقه ده بالانتخابات؟ لا يجوز. هو اولا اللجنه الاولمبيه عملت قانون علشان خاطر مجموعه معينه هي اللي تفضل قاعده في الكراسي اللي هي فيها لغايه دلوقتي، سواء في الاتحادات او او بعض الانديه او في اللجنه الاولمبيه. يعني مش حاجه لله، من كان لله دم واتصل وما كان لغير انقطع وانفصل، وان شاء الله سينقطع وسينفصل. اي تفكير او تدبير ضد النادي الاهلي مش هيمشي. النادي الاهلي انا يعني مش عاوز حد يزعل مني او ان احنا بن بن يعني بنزود في الكلام او ان احنا أو يعني بنبالغ مثلا بنبالغ، لا، النادي الاهلي هو مصر. في نادي جميل وحبيبنا واخونا نادي الزمالك، بس هو نادي الزمالك طبعا بيعترف بذلك، نادي الاهلي هو الكبير. ففي ناس مش عاجبها ان النادي الاهلي يمشي في سكه سليمه، في السكه الصح. انما احنا لن نسمح، اعضاء النادي الاهلي لن يسمحوا بغير ان يكون النادي الاهلي هو النادي البطل الرائد، نادي اللي عمل حاجات كتير جدا. انت بتدخل ليه في شغلي وتقول لي لو انت خلفت حاجه اعتبر نفسك منحل، المجلس الاداره ده منحل؟ طب هو من انت مين انت؟ من انت عشان تقول نادي مجلس اداره له جمعيه عموميه؟ جمعيه النادي الاهلي من اعظم الجمعيات العموميه في الانديه المصريه كلها. والمفروض ان اللجنه الاولمبيه وضع هذه اللائحه لتفعيل دور الجمعيات العموميه، ولكن من ناحيه تانية احنا حاسين ان في حجب لاراده الجمعيه العموميه. يعني من ناحيه انت بتحس ان هو الوضع وضع قانون، وحينما تسال لتفعيل دور الجمعيات العموميه. طب حضرتك شايف ان انا عشان اطلع لائحه دون استرشاد الانديه الكبيره، وفي حضرتك قلت النادي الاهلي، ومن غير ما حضرتك تقول يعني النادي الاهلي هو نادي القرن الافريقي وهو اكبر نادي في مصر، هل يجب او هل يصح ان انا احط لائحه دون ان اتحاور مع النادي الاهلي؟ انا هكررها، انا كنت امبارح على النايل سبورت، سيادتك انا مستشار اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب. المستشار بهاء أبو شقة تسمع على قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتعديلات اللي هتتعمل. نعم. التعديلات اللي هتتعمل. دعا مين؟ يوم الأربع ده دعا رؤساء محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والمجلس الأعلى للقضاء والشخصيات العامة كبيرة جدا. عشان يناقشوا التعديلات وكله وبعد بكره ان شاء الله داعي جميع نقابات المحامين الفرعيه على مستوى الجمهوريه، وداعي مجلس النقابه برئاسه المحامي العظيم سامح عاشور. دول ناس شغالين، ده بيصدر احكام وده بيدرس وبيطبق قانون وده بيدافع عن المتهمين وده بيعين صورة العدالة. يعني كل أطراف المنظومة، أطراف المنظومة كلها موجودة، كل أطراف المنظومة. إنما أنت كلجنة شباب ورياضة أو تبعت تدعو ثلاث أندية ده في المجلس الشعب، في مجلس في مجلس الشعب، لكن من الأول في الشباب والرياضة مفيش دعوة ولا دعوة ولا حاجة. النادي الأهلي ما حضرش، ما أنا موجود في المجلس النواب. مفيش دعوة جت من وزارة ساعة إصدار القانون الرياضة لم يتم ما جاش النادي الأهلي ما جالوش دعوة لم يتم دعوة. واحنا ليه احنا هل احنا يعني حكاية المناخير والكلام اللي بيتكلموا عليه ده مش احنا. النادي الأهلي ده أبو الرياضة يا إخواننا. النادي الأهلي يعني بطولات الإفريقية كلها واخدها، الهاندبول والسلة والطايرة واخد الدوري و39 ولا كام، مش 39 39 بطولة افريقيه، الحاجات دي كلها يا جماعه بطولة الدوري. وكل يعني معظم المنتخبات الوطنيه هي قانون الرئيسي من النادي الاهلي، من النادي الاهلي.
فانت ما تبعتليش عشان تسالني عندك فرح لاختك او فرح عندكم في العيله او مشكله بعد الشر يعني، مش تبعت تجيب الاخوات كلهم، ولا تجيب الاخوات كلهم ما عدا الاخ الاكبر ما تجيبوش، يبقى انت في دماغك حاجه، يبقى على راسك بطحه بتحسس عليها. مش عايز تجيب النادي الاهلي ليه وتسمع صوته وتسمع كلامه ليه؟ واحنا بنتكلم ما بيهمناش. هقول لك الصح ايه والغلط ايه؟ انا مش محتاج منك حاجه. طب يا فندم انا محتاج ان بلدي تتقدم. بالظبط. عاوز الرياضه تتقدم في صح في كان يحصل ايه يا فندم؟ لابد من دعوه النادي الاهلي وجميع الانديه تحضر. ده انا في بعض الاحيان اجيب مراكز شباب تحضر كمان. يعني اجيب الانديه كلها ومراكز الشباب اجيب جزء يعني منها. انت حضرتك في موضوع الحته الجنائيه لما ذكرت كل اطراف المنظومه، ذكرت مستشارين وهم النخب، ثم ذكرت المحامين وهم الناس اللي بتدافع، وذكرت يعني كل الشخصيات العامه استاذ العام. ده احنا جبنا اساتذه كليه الحقوق كلهم. طيب لمذا لم يتم يعني المستشار بهاء ابو شقه اللي هو رئيس اللجنه التشريعيه والدستوريه، اما بعد جاب الناس دي كلها جابها كده اي كلام يعني اعتباطا؟ لا جابها مظبوط، كلام مظبوط، عشان لأن عشان يطلع تعديلات لقانون الاجراءات الجنائيه محترمه وتوافق العصر وتوافق ما تحصلش فيها مشاكل. يعني المهندس محمود طاهر لما بيتكلم بيقول لك قانون الرياضه فيه بعض السلبيات وهتبان من التطبيق وهتشوفه بكره، عشان ما دعيتوش النادي الاهلي وبعض الانديه ما حضرتش. انا يا سيدي انا شخصيا في اتعمل عزمناك على العشاء، أن تبقى مجموعة بنعرف وبتعز عليك كده، أنت ده فلان لا ما بياكلش عشان عنده القولون تعبان، فلان ما بياخدش عشان فيه سكر، الأكلة دي ما تمشيش، الأكلة دي تمشي، الأكلة دي صحية. باخد رأي يا جماعة، باخد الرأي. بوافق الدنيا، بنظم الدنيا. ليه ما تجيب أنا هعمل إيه لما تدعو؟ أدعو النادي الأهلي يا أخي، ده النادي الأهلي موجود في حتة بيشرفها. أنا كنت عضو مجلس النواب عن الدقي والعجوزة. شوف قد إيه؟ وشرطة ومساعد وزير الداخلية عارف أنا في مصر في أي حتة أمشي فيها من اسكندرية لأسوان سفير بتاع الأهلي، سفير بتاع الأهلي، سفير الأهلي ده حاجة تانية خالص. الأهلي بيضيف أكثر من أي وظيفة في مصر. يعني حضرتك من شايف ان عدم دعوه النادي الاهلي منذ البدايه كان لها اسباب؟ مش عايزه كلام. كان لها اسباب في الخفة. طبعا اسباب في الخفة، بس احنا فاهمينها وعارفينها يعني. ما هو اصل احنا قدام وعارفين اللعبه ماشيه ازاي. النادي الاهلي اصله مش هيمشي على مزاجه. ومش هينفذ الا الصح. ومش هنقبل الا الصح. من اصغر عضو في النادي الاهلي لاكبر واقدم عضو في النادي الاهلي، ويمثلنا مجلس الاداره واحنا في ظهر مجلس الاداره. طب حضرتك شفت يعني برضو كلام المهندس محمود طاهر لما ذكر انه ذهب الى جلسه مجلس النواب على الرغم ان هي جت دعوته من رئيس مجلس الدكتور علي عبد العال بشخصه وما جاتش دعوه رسميه الى النادي الاهلي، وقال ان المفروض ان هيبقى فيه انديه كتير ولم ياتي سوى بضع من الانديه منهم نادي الزهور اعتقد والنادي الاهلي وبعض الانديه الاخرى، ما جاتش حتى نادي الزمالك، ما جاش نادي الاسماعيلي، ما جاش. هم ثلاث انديه اللي ثلاث انديه. المهندس محمود طاهر قال كده في كلامه امبارح في المؤتمر الصحفي، ثلاث انديه. طب وازاي انا لازم اجيب الانديه كلها يا جماعه؟ وعندنا في مجلس النواب قاعات كبيره جدا، قاعات غير القاعه الرئيسيه بتاعت المجلس يعني، عندنا قاعات كبيره جدا وعندنا اكثر من 25 26 لجنه، قاعات رائعه كبيره جدا وتشيل عدد كبير من رؤساء الانديه وممثلي الانديه ومراكز الشباب. طيب في علامه تعجب اخرى، اين رئيس اللجنه الاولمبيه في هذا الاجتماع؟ لماذا لم ياتي؟ على الرغم ان قانون الرياضه الجديد خلاص بيدي الاولويه او الحق للجنه الاولمبيه في اداره الشؤون. اين رئيس اللجنه الاولمبيه من هذا الاجتماع؟ ما انا عاوز اقول لك حاجه، رئيس اللجنه الاولمبيه ليس له من حق التدخل في اي شيء بخصوص الانديه، لا يتدخل على الاطلاق. وبعدين في بقى كانت يعني حاجه ما اعرفش يسموها ايه اللي بيخوفوا الناس دي،
يعني كانوا بيخوفونا الحقوا الاحسن هيلغوا الرياضه في مصر، الحقوا الاحسن هيوقفوا النشاط الرياضي للنادي الاهلي، الحقوا هيوقفوا نشاط الكره. اللجنه الاولمبيه الدوليه ما قالت الكلام ده كله كلام مش مظبوط، ومن حق ان انا الجا للمحكمه الرياضيه، المحكمه الكبيره وقراراتها نافذه على الكل، لا اولمبيه دوليه ولا اولمبيه محليه يعني. لا ما ينفعش الكلام ده كله، لازم كل واحد يا جماعة يعرف حدوده ويعرف اختصاصاته ويعرف سلطاته. إنما أنا عشان أقعد على الكرسي اللي أنا قاعد عليه أبتدي أظبط لايحة وأظبط بعض الأشياء الأخرى ما يمشيش الكلام ده كله، ويدهم لله وحده يا جماعة. أنا يعني أقول لك على حاجة، قانون الثمان سنين ده من أعظم ما يمكن، مش لازم تقعد انت 20 30 50 60 سنه يا راجل. ايه ده؟ ليه 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 كفايه دوره ودورتين؟ اذا كان رئيس الجمهوريه بيقعد دورتين يا جماعه، امريكا دورتين، سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي الراجل العظيم بيقول لك انا انا على الدوره، وان حبيتوا تختاروا انتوا اللي هتختاروني للدوره الثانيه، والدستور قال الرئيس له دورتين. اشمعنى انتوا اللي عاوزين تقعدوا ثلاث دورات واربع دورات وخمس دورات الكلام ده كله؟ ليه؟ عشان ايه؟ الا اذا كان انت يعني احنا ما شفناش حاجه، يعني ما خدناش حاجه من النادي الاهلي يعني. طب يا فندم، خدنا حب النادي الاهلي بصفه حضرتك، خدنا حب الاعضاء من الشعب، وفي نفس الوقت عندك يعني خبره كبيره جدا في اللوائح، لماذا لم يتم يعني استشاره الحكماء والخبراء قبل وضع قانون الرياضه ما دام هو فيه العديد من الاخطاء، وايضا اللائحه الاسترشاديه فيها العديد من الاخطاء، وبنفاجئ بتصريحات من بعض المسؤولين والمسؤولين الدوليين، مش مسؤول عادي يعني. كابتن حسن مصطفى في حديثه مع احد الجرائد القوميه في الاهرام طلع قال اللائحه فيها اخطاء، ولكن لازم المرحله تعدي. ما دي علامه تعجب برضه، وبعدين جايه من 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 حد كابتن حسن مصطفى قيمه كبيره جدا، واحد الواحد يعني بيفتخر ان يكون يعني رجل رئيس اتحاد الدولي لكرة اليد. حسن مصطفى راجل محترم جدا وراجل عظيم جدا ومحترم، والنادي الاهلي هو طالع من النادي الاهلي وتربى في النادي الاهلي وعارف قيم النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي. طب ليه ما خدش هم هنا؟ نعم. معلش انا عاوز اقول لك على حاجه، الحته ديت يسال فيها الكابتن حسن مصطفى، انا مش هقدر ارد عليها. لا يعني انا كنت اقصد منها حاجه واحده، لما يكون عندي قامات بهذا الشكل وعندي حكماء، ليه لما اجي احط لائحه؟ اصل حضرتك قلت حاجه مهمه جدا. وما يدريك وما يدريك وما يدريك، انا مش عاوز انا يعني انا ممكن اتكلم كتير واقول وما يدريك ان تم الاتفاق بين فلان وفلان وفلان، يعني هل الوزير من وراه اتعملت اللائحه الاسترشاديه؟ اما يقول لك لا انا ما شفتش، انا شفت. استحالة اللائحة اللي اتعمل اللي عملها الأخ حطب ده ما شافهاش المهندس خالد عبد العزيز. خالد شاطر وجن وعفريت وشغل كويس قوي وعمل شغل في وزارته هايل، واحنا نأمل منه كتير يعني. احنا انما عاوز تقول لي العملية اتعملت من ورا ظهره او هم عملوها من ورا فلان وفلان؟ لا، كلهم عارفين اللي حاصل واللي جرى، وبقول للكل كده في مصر من اسكندريه لاسوان مش هيمشي على النادي الاهلي الا الصح، ولن نقبل اي انسان مش عاوز اقول حاجه يغلط في حق النادي الاهلي. طيب او يتدخل في اراده النادي الاهلي، او يتدخل بمعنى صح في اراده الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. طيب هل خلاص احنا كده دخلنا في الجمعيه العموميه؟ بقى سؤالي الثاني جاي للجمعيه العموميه. اتفضل. هل من حق الاهلي اقامه النصاب الجمعيه العموميه في يومين متتاليين او في فرعين، يعني في فرع الجزيره وفي فرع مدينه نصر؟ اللائحه الاسترشاديه بتقول الاتي في الحته دي، والمهندس محمود طاهر قال الكلام ده امبارح، قال وللانديه ان تفعل ما تشاء في الحته دي بالذات يعني، وكل خبراء بما يحقق النتيجة. أنا لما أعمل أنا عندي أنا كنادي أهلي طبعا، دي بتضاف للمهندس محمود طاهر، يعني عندنا النادي الأهلي في الجزيرة ده بتاعنا كلنا،
ده البيت الكبير. البيت الكبير عملنا الشيخ زايد وهو كان الاول في اكتوبر. نعم. انا اللي جايب ارض 6 اكتوبر اللي كانت بعد الهايبر. ايوه. وقدام ميدان جهينه. نعم. 125 فدان والعقد مكتوب باسمي سفير نور وحسب الله بك فراول الدهلنا واداني الفدان بايجار اسمي 10 جنيه في السنه. 125 فدان يبقى بكام في السنه؟ اضرب في 10 جنيه. شوف بقى خدوا النادي ده بقى راح محمد ابراهيم سليمان حدفهم فين وخد الارض السوق دي اللي هي كانت تخلي النادي الاهلي. كابتن صالح انا اقول لك ده يومها يوم ما جبت الارض دي كابتن صالح قال لي تعالى يا سفير الصبح بكره الصبح. طلعنا رحنا على 6 اكتوبر قال لي وريني الارض فين بتاع النادي. هو عمال يسمعني اغاني في العربيه هو اللي سايق راجل لذيذ كان الله يرحمه. ام كلثوم بتغني يا ليله العيد انستينا في حضرة صاحب المقام الرفيع او صاحب الجلالة الملك فاروق. الملك فاروق جه اللي افتتح حمام السباحة بتاع النادي الاهلي في الجزيرة ده. وام كلثوم غنت يا ليلة العيد اللي احنا بنفرح بيها بنعرف ان العيد بكرة من يا ليلة العيد انستين. من الاغنية من الاغنية دي. فقلت له دي حلوة جدا. قال لي دي هدية ليك يا سفير. راح مديني الشريط في عربيته المرسيدس دي راح مديني الشريط. يعني كابتن صالح وطلعنا. كابتن صالح اللي دايما بنشوفه بالمنظر الصارم الحاسم. ده انا هقول لك كان بيعمل ايه في مجلس الاداره كمان. نعم. المهم قال لي وريني وريته الارض رائعه. والمهندس هشام سعيد كان عمل السور كمان بدا يجهز عشان بيقول لي ايه ده. قلت له ده هشام سعيد جه هيعمل السور. هشام تعب برضو عمل حاجات شغل كويس كتر خيره. طبعا. المهم راحت الارض الجميله دي ال 125 فدان الوقت عارف المتر بكام في الحته دي؟ من 8000 ل 12000. اضرب في 125 فدان شوف بقى ملايين الملايين للنادي الاهلي وكان هيبقى استاد رائع. المهم ادي بقى عندك الشيخ زايد نادي الشيخ زايد وعندك نادي مدينه نصر. والمهندس محمود طاهر برضو جاب حاجة جديدة جاب أرض اللي في التجمع. نعم. مساحة جبارة حاجة تفرح. فأنا الناس دي هبهدلها كلها وجيبها نادي الجزيرة واتعبها وجيبها نادي الجزيرة الأهلي في الجزيرة. وده جمعية خاصة مش جمعية جمعيتنا احنا دي بتاعتنا بتاع النادي الأهلي. احنا حرين في جمعية. أنا خلاص بريح ولادي. أنا بريح ولاد النادي الأهلي. طيب هل انتوا تبقوا في مدينه نصر وانتوا تبقوا في الجزيره مقر لواحد وبكره يبقى مقر الشيخ زايد فيه ومقر التجمع يبقى فيه. طب الشيخ زايد هل ليهم حق التصويت؟ لهم الحكم صدر ان لهم حق التصويت. انا هكلمك كالقانون بيقول ايه. نعم. القانون صدر وبيقول لهم حق التصويت. انا كمجلس اداره النادي الاهلي لابد من تنفيذ الحكم والا هتعرض لعقوبتين. والعقوبة هنا وجوبية. الحبس وجوبي والعزل من الوظيفة او العزل من كرئيس او كعضو مجلس الإدارة. انا كده يعني بالبلدي هبقى اكلت عليهم حقهم. بالظبط. فانا بريح. انت زعلان مني ليه يا اخي؟ وايه اللي مضايقك في اللي بتحطها في الـ في الـ في الـ في اللائحة الاسترشادية ان يتعمل في يوم واحد؟ ليه يا سيدي؟ عشان ايه في يوم واحد؟ انا قلت لك انا هجيب لهيئات القضايا هيئتين واحدة للجزيرة واحدة لمدينة نصر يشرفوا على الانتخابات. وبدال يا سيدي ما يبقوا فيهم انتخابات على 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 الجمهوريه على صندوق الانتخاب. نعم. هيقف عليه صندوق الاقتراع. نعم. بدل ما يبقوا في يوم واحد يا سيدي على يومين الصبح من 9 ل 7 وثاني يوم من 9 ل 7 والصناديق موجوده متحفظ عليه. احنا بنعمل انتخابات على مستوى الجمهوريه مش هنعمل انتخابات على مستوى النادي الاهلي جزيره واستفتاء وكلام وتفويض وكلام. كان ارجع لك بسرعه بس عشان اصل الوقت هيجري بينا. كابتن صالح يقول لك ده ديكتاتور. كابتن صالح اللي بيقوله هو اللي ماشيه. كان اخر واحد اتكلم في مجلس الاداره. اسال مجلس الاداره كله انا ولا حسن حمدي ولا حسام بدراوي ولا ابراهيم معلم ولا حمدي الكنيسي ولا عبد المجيد محمود الله يمسيهم بالخير كلهم ويديهم الصحة جميعا. الصحة كلهم. كان كابتن صالح لا يتحدث يستنى رأيه آخر رأي يتقال. ويا كابتن صالح ما تقول رأيك ده يا أخي وكنا خلصنا. قال لي لا ما أنا لو قلت رأيي أنتوا هتلتزموا بيه. أنا عاوز أشوف رأيكم أنتوا إيه يمكن رأيكم أحسن من رأيي. شوف الديمقراطية الجميلة ونتخانق جوه الأوضة وبتاع كل ده خناقات عشان النادي الأهلي طبعا.
انا عاوز كذا عشان مصلحه النادي الاهلي. مجرد ما يتفتح الباب مفيش حاجه، بنضحك كلنا وخارجين وزي الفل. وكان حتى كابتن صالح ان كان رافض القرار اللي احنا خدناه يدافع عن القرار اللي احنا خدناه، ده اللي علمه لنا كابتن صالح. الاجماع جه على كده. طبعا الديمقراطيه جت على هذا القرار. فاذا هو وعلى غير رايه وغير غير كلام يقول لك يخرج بره يدافع عن الراي اللي احنا قلناه. هذا كابتن صالح، وده اللي يعلم. مش عاوز اقول لك كلام كبير اكتر من كده، يعني كان لا يقبل ادي حد. يعني ما هقول لك على مشكله بسيطه. رئيس وزراء كلم حسن ابو باشا وزير الداخليه، قال له هات الكابتن صالح. فكلمني قال لي هات الكابتن صالح وتعال، تعال لي مجلس الوزراء. رحنا مجلس الوزراء ومعايا يعني زميل فاضل استاذنا كلنا فؤاد بيعلام. فاحنا داخلين بيقولوا له ايه يا كابتن صالح مش عاوز تلعب ماتش الزمالك اللي جاي ده ليه؟ قال لهم ليه 2.5 مليون جنيه عند التلفزيون وانا محتاجهم. قال لهم لا انا مش هلعب. انتوا قالوا له لا الماتش هيتلعب يا كابتن صالح. قال لهم مش انتوا الحكومه؟ العبوا انتوا واحنا الاهلي بس مش هيلعب الاهلي. ومشينا راح شادين من ايده واحنا ماشيين. يا صالح يا صالح احنا بنضحك معاك يا كابتن صالح. ايه بس يا اخي؟ طب انت ليك 2.5، طب مش كفايه 1.5 مليون؟ طب وبعد كده تبقى تاخد الباقي يعني؟ قال لهم خلاص ما فيش مانع. وخدنا شيك مقبول الدفع 1.5 مليون. كان همه النادي الاهلي، ما بيهموش. وقف اخوه بره على باب النادي واعلن على باب النادي عدم دخول فلان فلان الفلان النادي. ما عندوش. عشان كده اسوره كان ممكن ابن هشام ابن صالح سليم يبقى لعيب كوره. استحاله. ابسط حاجه. ابسط حاجه. ما يقدرش يلعب كوره. في جمهور بيقول ده يلعب وده ما يلعبش. وفي فنيين بيقولوا ده يصلح ولا لا يصلح. بالظبط. ودي الاختصاصات. ادي اللي انا بقوله لك. النادي الاهلي له قيم ومبادئ محافظه عليه. ولاد النادي الاهلي متربين على كده ومحافظين على كده وهيفضلوا طول عمر يدافعوا عن النادي بتاعهم الى يوم الدين. سياده اللواء سفير نور، بصفتك احد القامات الكبيره والرموز الكبيره في النادي الاهلي ولك تاريخ ولك باع، ايه رايك في اللائحه الخاصه للنادي الاهلي؟ اللائحه اللي اتعملت؟ ايوه. اولا اللائحه اللي اتعملت من اروع ما يمكن. ليه؟ انا يا ريتني جبتها. انا قريتها. قريتها. اصل انا يعني الثلاثه اصدقائي اللي وضعوها، الاستاذ رجاء عطيه محامي النقض العظيم الشهير. نعم. وله مؤلفات قانونيه هايله. لا هو راجل قانون يعني. وبعديها الدكتور المستشار عبد المجيد محمود النائب العام. نعم. وعضو مجلس اداره النادي الاهلي. نعم. خدت بالك؟ شوف الخبرات المجموعه. والدكتور علاء مشرف. اللجنه الاولمبيه يعني له برضه باع ده النائب بتاع اللجنه الاولمبيه وجم. نعم. وعملوا خدوا من اللائحه بتاعتنا الموجوده ووضبوها ونقحوها وظبطوها. واحسن لائحه معموله، واما تشوفها تفرح بيها وتتشرف بيها. طب ايه ابرز الحاجات اللي عجبت حضرتك فنان فيها؟ كلها. يعني كلها ما فيهاش حاجه مش مظبوطه. طب يعني حضرتك رايك في موضوع الخدمه العسكريه، هل دي فيها اي مشاكل؟ لا 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 ده شرف. انا في يعني انت تزوغ من الخدمه العسكريه واما يمسكوك وتروح المحكمه والمحكمه تغرمك وتدفع الغرامه يبقى انت اديت الخدمه العسكريه ولا انت هربان؟ انا بميز بين اللي بيروح يدي الخدمه العسكريه ويستشهد زي ضباط الجيش وضباط الشرطه وعساكر الجيش والشرطه اللي بيستشهدوا كل يوم كل يوم في كل انت تبقى زيهم وتترشح. ها؟ معقول الكلام ده يا اخوانا؟ طب نظره المجتمع اصلا هتبقى ايه يا فندم؟ نمره اتنين. انا مش بس بقول انك لازم تخش الجيش وتموت وتستشهد، لا ما حدش قال كده. طب ما انت افرض اللي طلع عدم اللياقه الطبيه. لا ده انا اشيله على راسي. مع وحيد والديه يعني امه وابوه. يا فندم حضرتك دي انما اللي هرب من الجيش ده الشرط اللي احنا حطيناه. اللي هرب من الجيش عشان تبقى عارف كده، في اللي بيهربوا من الجيش ويسافروا بره ويقعدوا لغايه ما يعدي سن ال 30 ويجي مصر بقى. ويقوم دافع الغرامه يوم الجيش يجيب ويقبض عليه او الشرطه تقبض عليه او بتاع ويروح ماسكينه غرمه. ما هتعمل ايه؟ اديله الغرامه. هل ده يستاهل شرف انه يمثل نادي عظيم زي النادي الاهلي ويكون قدوه وغير مقبول؟ قدوه للشباب. النادي الاهلي احنا جيل ماشي مروح.
فاكهه موليه. الشباب اللي جاي ما يقول لك ايه؟ الشباب نص في الحاضر وكل المستقبل. انا خايف على كل المستقبل من ان انا افصل لائحه علشان خاطر استمر في على الكرسي اللي انا عليه. طب انا هقول لحضرتك قطعه الكراسي. انا هقول لحضرتك حاجه دلوقتي بصفتي شاب وبتقدم لاي وظيفه، اول حاجه بسال عليها ايه؟ تجنيد، شهاده التجنيد بتاعك. موقفك من التجنيد. اه عشان اسافر اعمل باسبور. موقفك ايه من التجنيد؟ التجنيد رقم واحد. فبجيب من القوات المسلحه المصريه، القوات المسلحه المصريه بجيب منها ما يفيد بموقفي من التجنيد، سواء معفى، سواء اعفاء مؤقت، اعفاء نهائي. اعفاء نهائي، سواء ايه الموقف؟ فايه المشكله؟ يعني ليه النادي الاهلي يهاجم؟ بيهاجم. ما بيهاجم عشان هو واقف قصاد في هذا التوقيت يا بيه، التوقيت اللي فيه ناس بتستشهد زي ما حضرتك بتقول. اسمعني اسمعني والكل يسمع. مؤامره مش مؤامره على النادي الاهلي علشان اسقاط مجلس اداره النادي الاهلي الحالي، ويجيبوا المجموعه اللي على مزاجهم اللي هم عارفينها واحنا عارفينها. بس الجمعيه العموميه اكبر مني ومنهم ومن الدنيا دي كلها. الجمعيه العموميه بتاع الاهلي محترمه جدا وهايله جدا. كابتن محمود الخطيب بيقول لك عاوزين يستبعدوه، عاوزين يقصوه. انا اقصي محمود الخطيب ده انا ابقى مجنون. مش ممكن. اللعيب الجميل مش ممكن. ده الواحد كان بيفرح اول ما يشوف محمود الخطيب نازل الارض، خلاص الحمد لله هنكسب. لن يجود الزمن يعني قد يجود الزمن احتمال يجود الزمن بزي محمود الخطيب. بس تيجي الجمعيه العموميه تختاروا يا جماعه اقصيه ايه؟ طب ايه رايك بقى ان 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 تشال بند الثمان سنين؟ هو احنا بقول لك انا احب بند ثمان سنين، محدش يقعد يأبد على الكراسي. انما انا سعيد ان تشال، ان مجلس الاداره شال بند الثمان سنين عشان يوري الناس ان نحن لا نقصي احد. ومحمود طاهر لا يقصي احد ولا يختلف مع احد ولا يكره احد. محمود طاهر كفايه ان محمود طاهر النادي الاهلي كان مديون بكم مليون؟ مش عاوز اقول الارقام بس عشان الناس ما تتخضش. لا قول يا فندم. لازم حضرتك النادي الاهلي لازم حضرتك تقول حقق مكسب قد ايه السنه دي؟ ارباح قد ايه السنه دي؟ 300 وحاجه مليون. النادي الاهلي ميزانيته السنه دي داخله على المليار، 950 مليون جنيه. ده محمود طاهر ميزانيه من بالاضافه الى اللي احنا اتكلمنا عليه في اول بدايتنا للبرنامج شريف. ان احنا خدنا البطولات الافريقيه بالنسبه بطل الدولة. للسله والهاندبول والطايره وبطل الدوري في كره القدم. اه طبعا. ودور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا سيمي فاينل. انت واخد بطل الدوري قبل انتهاء الدوري باربع اسابيع يا راجل ودون هزيمه. ولسه 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 حاجات كتيره، عمل حاجات كتير جدا. روح اتفرج على ملعب السكواش، روح اتفرج على الاماكن الجميله اللي اتعملت للاعضاء، شوف الراحه والجمال اللي معمول في النادي الاهلي لاعضائه. انا مش بقول لك اللي قبليه ما عملش، لا ده احنا نحن بنكمل السلسله. يعني مجلس حسن حمدي كان مجلس محترم وادى، واللي قبله عمل، وحسن ما هو كان معانا، حسن كان عضو معانا، وكان وفي اخر دوره كان وكيل، وكان بس هو كان الرئيس فعلا لان كابتن صالح في لندن وعيان. خدت بالك؟ ده مجلس هايل. احنا لا نقصي ولا نختلف ولا نتآمر ولا نخبط. مش عادتنا في النادي الاهلي ان احنا نتآمر على احد، ودايما الكبير بيبقى كبير ما يبصش للصغائر اللي تحت دي. طيب حضرتك شايف اهميه اللائحه الخاصه للنادي الاهلي في المرحله اللي جايه ازاي؟ يعني اهميه اللائحه الخاصه ان الاهلي خلاص عمل لائحته، الناس اطلعت عليها، وسائل الاعلام اطلعت عليها، طبعا اعضاء الجمعيه العموميه اللي اطلعت عليها، وسائل الاعلام اطلعت عليها، سواء الصحفيين اللي تم دعوتهم للمؤتمر الصحفي، والمهندس محمود طاهر ابرز بعض البنود الرئيسيه في هذه اللائحه، شايفها ازاي في الفتره المقبله؟ في الفتره المقبله اولا النادي الاهلي لا يقبل ان احد يحط له لائحه. ده رقم واحد. ان لائحته الخاصه خاصه بيه دي بتاعتي انا دي بتاعتي انا، ده بيتي انا، بوضب بيتي. انت ليك دخل ببيتي؟ انما انا ملتزم بقانون اللي عاملاه الدوله. القانون ده بيسر علينا على الكبير والصغير والاهلي والزمالك وكفر الزيات وكفر وكم حماده بيمشي على الكل. انما اللائحه دي لائحتي انا عاملها، وليس من حقك طبقا للميثاق اللجنه الاولمبيه الدوليه انها لا تتدخل لا هي ولا غيرها في اعمال الانديه والاتحادات كمان اللي هي المفروض هي اللي بتصعد
للجنة الأولمبية. طيب حضرتك بخبرتك الكبيرة وحضرتك كنت عضو في فترات كبيرة 3 دورات، هل تم مهاجمة رموز مجلس إدارة النادي الأهلي بهذا الشكل بدون أي وجه مبرر؟ وهل حضرتك شايف ان وضع طبيعي ان يتم مهاجمه مجلس اداره النادي الاهلي بدون مبررات ودون دلائل، واحنا بندافع على مجلس اداره النادي الاهلي لان ده ما يمثل النادي الاهلي؟ يعني لو كان اي حد هيطلع يهاجم المجالس السابقه كابتن حسن حمدي ومن يسبقه برضه هنطلع ندافع ونرد لان ده يمثل النادي الاهلي فلا مساس به. لا نقبل اطلاقا حد يمس اي عضو مجلس اداره سابق او لاحق. ليه؟ احنا ما عندناش في النادي الاهلي ده كله اطلاقا، ما حصلش قبل كده الكلام ده كله في النادي الاهلي، والانتخابات ما بتديش قبلها اما تعلن نعلن الترشيح. انا اعلنت ترشيحي النهارده مثلا، النادي الاهلي اعلن ان الترشيح يبدا من بكره، هيبتدي من بكره الترشيح، ويبتدي ونسمح للناس تعمل مؤتمرات وتعمل لقاءات وتطلع في الجرائد وتتكلم وفي الفضائيات وتتكلم وكل حاجه. انما مش من دلوقتي، انت عندك بطوله الكاس وعندك البطوله الافريقيه، خلوا الاستقرار يسود في النادي يا جماعه ويسود في الانديه. انا بتكلم دلوقتي عن النادي الاهلي بس، وبقول لك بتمنى يسود في الانديه كلها الاستقرار زي بلدنا بنتمنى لها الاستقرار. ما هو ده بيصب في دفن. انما الفتن والالعيب هو احنا في حروب الجيل الرابع في النادي الاهلي؟ ليه يا جماعه بس؟ ما هم معروفين، هم 4 5 والله معروفين. طيب اسال حضرتك، هل بند المؤهل العالي في لائحه النادي الاهلي الخاص ان رئيس النادي الاهلي يجب ان يكون حصل على مؤهل عالي، هل حضرتك شايف ان ده موضوع تعجيزي او اقصائي لاحد؟ استحاله. انا هقول لك حاجه، انت بلدك ارياف ولا الصعيد ولا منين بلدكم؟ انا مواليد القاهره. مواليد القاهره. انا هقول لك حاجه، في بلاد الارياف وفي الصعيد الاب بيبقى عظمه وقيمه وقامه، الاب ده اغلى حاجه او الام يعني، تمام. الاب لما بيبقى مش متعلم انما عنده خبره، خبرة كبيرة أحسن من المتعلمين اللي واخدين دكتوراه، خدت بالك؟ بيكلم ولاده اللي هو علمهم، خدوا ليسانس وبكالوريوس وبيشتغلوا في شركات كبيرة وخدوا دكتوراه وبقوا أساتذة في الجامعة و بيبقى تجيبهم، يا دكتور محمود يا باشمهندس حسن أختكم هتتجوز، إيه رأيكم؟ عاوزين نعمل حتى كانت بنت في وسطهم دكتوره او مهندسه او محاميه او اي حاجه او مدرسه متعلمه، بيجيبهم الاب اللي هو مش متعلم ويجيب ولاده المتعلمين يسالهم ايه رايكم؟ الحته الارض الجامده نشتريها ونبني لكم بيت 4 شقق كده وكل واحد فيكم شقه، ولا اعلي البيت اللي احنا فيه ده ونبقى مع بعض، والارض دي بلاش ان احنا نحطها في نشتري ارض نزرع فيها. تيجي يسال ولاده وياخد رايهم ورايهم بقى الصح. فانا دول العالم كلها تقدمت ازاي؟ بالعلم. العلم اساس الحياه. ان لم تتعلم، ان انا يعني بتمنى من الله ان ربنا يوفق الدكتور طارق شوقي وزير التعليم يا رب، من اعظم الكفاءات بعد الدكتور حسين كامل بهاء الدين، راجل عظيم جدا الحالي وزير التعليم الحالي، عامل مشروع هايل للتعليم. من غير تعليم مفيش تقدم للامه. انا عايز افاجئ ناس بتتقدم للامام وتتعلم، مش دكتوراه واحده، ده في بياخد 7 دكتوراه و8 دكتوراه، ده حقيقة. واروح اقول دبلوم، اخد دبلوم ليه ياخده ليه؟ ما ذاكرش ليه هو خد ليسانس؟ انا قلت له وانا قلت له ما تذاكرش؟ لا، ده انا من اسعد الناس ببنت الراجل العظيم حارس العقار في مدينه نصر اللي طلعت الاولى كلنا. طب ما ذاكرتش ليه بتاع الدبلوم؟ عشان تخش مش ظروفك ما سمحتش تخش عام، خد الدبلوم بدرجه عاليه وتروح داخل كليه
لا وهي صراحه نموذج كفاح كفاح وطموح واصر. فانا والنادي الاهلي هخش اخصص النادي الاهلي. النادي الاهلي من اول سعد باشا زغلول لغايه النهارده ما فيش حد بدبلوم لا عضو مجلس اداره ولا رئيس مجلس اداره. اشمعنى يعني الجديد يعني؟ ومين اللي قال كده؟ انا بحترم الناس كلها وكل حاجه ما بقصيش، بس انا عندي مكانه معينه عشان اجيب ناس تتقدم بيها للامام مواصفاتها كيت وكيت وكيت وكيت. ما انا عملت انا كده ممكن نادي تاني ما يجيبش دي ويخصي. انا لا، انا لا اقبل اطلاقا. انا كعضو مجلس اداره سابق وكعضو في النادي الاهلي ساك من ده كله وكبشر، انا لا اقبل ان ده يقود الابو دبلوم. ابو دبلوم ده يذاكر وياخد بكالوريوس وياخد ليسانس. طيب يا فندم، برضو وجهة نظر حضرتك في معاملة أو التعامل من قبل معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ خالد عبد العزيز مع اللائحة الاسترشادية، على الرغم من الزعم بأنه هو لم يضعها ولكن يدافع عنها بشكل كبير جدا، وعلى الرغم من وجود أخطاء بيها. حضرتك شايف من وجهة نظرك الدفاع ده بناء على إيه؟ أقول لك على حاجة، أنا قلت لك في الأول وفي النص اقول لك في الاخر، اوعى تفتكر ان اللائحه دي اتوضعت بمعزل عن وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز. وان كانوا هم اذكياء اعضاء النادي الاهلي اذكياء، ان كانوا هم فاكرين نفسهم، مش عاوز اتكلم كلام يتقال بره التلفزيون او يتقال في مكان اخر، احنا برضو يعني مدقدقين وفاهمين كل حاجه وعارفين اللي بيحصل. والله يا فندم يعني كلام حضرتك بيبقى ليه برضه يعني بعض التلميحات، بس الواحد بيبقى يعني ما انا برضه انا بكلمك واقول لك ليه. انا ممكن اقول لك بصراحه اكتر من كده، بس يعني في ناس بتتفرج علينا، في نشأ بيتفرج علينا. اما اقول شيء كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم. تقول انا والله ما شفت، انا ما عملتش، انا عباس، انا بلاش، انا جوز الست اللي تحت. فاكر مصلحه البيجامه الحمراء الدكتور حسن، كان اسمه مش عارف حسن، كان دكتور بيطري، خدت بالك؟ فالشرطه دخلت في الثمانينات يا فندم؟ لا دي زمان، قبل الثمانينات. قبل الثمانينات؟ لا ما كنتش انا اتولدت في الستينات. اه يمكن في السبعينات، اول السبعينات او في اخر الستينات، خدت بالك؟ فجه البوليس دخل بيقبض، فقال لهم انا عباس، انا بلاش، انا جوز الست اللي تحت. حد قال لك حاجه قبل؟ ما احنا عارفين ان انت عباس. طب يا فندم، خطوره العمل باللائحه الاسترشاديه على نادي كبير بحجم النادي الاهلي، يعني انا دلوقتي اللائحه فيها ابسط حاجه انه كاتب فيها لو النادي الاهلي ما نفذش يعتبر المجلس منحل اوتوماتيك كده. مين اللي يجرؤ يحل مجلس اداره؟ مجلس اداره منتخبه جمعيه، اكبر جمعيه عموميه في مصر. يعني مصر دي جمعيه عموميه كبيره جدا. الجمعيه اللي بعدها على طول جمعيه النادي الاهلي، ما فيش قدها ولا بعدها. هتقول لي ايه؟ في نادي اكبر من الاهلي في البلاد العربيه وفي مصر وفي افريقيا. لا ما فيش عددا. تيجي انت، انا اخترتهم، اللي اختار محمود طاهر الانتخابات اللي فاتت دي، عارف كانوا كام واحد اللي انتخبوا محمود؟ الاصوات اللي خدها 12450 صوت. لا 12650 صوت، يعني اكتر حتى من العدد اللي هم مشترطينه الجمعيه العموميه تيجي. انا كنت لسه اقول لحضرتك، هل الشرط النصاب القانوني هل ده حاجه تعجيزيه للنادي الاهلي وتعرقل؟ لا انا اقول لك الحته دي بقى. احنا طول عمرنا بنشوف النادي الاهلي اول جلسه بتبقى الساعه مثلا 9 صباحا لغايه الساعه مثلا 10 11 ان لم يكتمل النصاب فبنستنى لغايه الساعه 1. وصل في الجلسة الثانية سواء النهاردة أو اليوم التالي
ما هو ساعات بيعمل يوم الاربع ويوم الخميس، او يوم الخميس ويوم الجمعه. يوم الخميس الناس ما بتروحش وما بيكملش النصاب، ما انت عاوز 50% زائد واحد. نعم. ما لا يمكن يجي 50% زائد واحد، يبقى الخميس ملغي. يوم الجمعه بيبتدي يقول لك لو ما جوش يبقى تاني يوم ب 1500 او 1000 صوت، 1000 عضو يجوا يبقى الجمعيه اكتملت، وتجرى الانتخابات. على اخر النهار تلاقي جابت 13000 14000. وان شاء الله باذن الله، باذن الله رغم ان الصيف يعني تيجي تعملها للجمعيه العموميه في اغسطس، اغسطس فيه الحر، حر شديد والرطوبه العاليه جدا، المدارس اجازات، الولاد في المصايف، فالاسره كلها راحت المصايف. لا وبدايه ذي الحجه اللي ما راحوش المصايف، اللي ما راحوش المصايف راحوا بلادهم عشان يسلموا على اهاليهم، ما بيشوفهمش طول السنه. دخلت عيد، دخلت عيد الكبير داخل، وفي ناس بتبقى والحج صايمة. يوم الخميس الجاي ان شاء الله ربنا يجعلنا من الحجاج باذن الله يا رب. خدت بالك من يوم الخميس الجاي كل ده، وعاوز تقول لي 12000 ونص وانت كنت بتعاملني ب 1000 ب 1000 صوت او 1000 عضو يجوا او 1500 في تاني يوم، وتروح نطت النطه الكبيره دي، بتعجزني ليه؟ ما تعجزنيش. فبكره ان شاء الله في اجتماع عندنا في مجلس اداره النادي الاهلي، بكره في النادي الاهلي هيصدر القرار اللي احنا عايزينه واللي احنا هنعمله. طيب المهندس محمود طاهر امبارح في المؤتمر الصحفي تطرق الى يعني نقطه مهمه، ان مجلس اداره النادي الاهلي بيتعرض لمؤامرات لم تحدث من قبل. راي حضرتك ايه في هذا الكلام؟ ودي حقيقه، حقيقه. احنا كان اي حاجه، عارف ايه يحصل؟ انتخابات فلان ضد فلان في النادي الاهلي، الرئاسه هي بالذات هي اللي بتحكم، خدت بالك؟ فلان ضد فلان، في مجموعه مع فلان ومجموعه على وبس، مفيش اكتر من كده. لا تسمع تطاول ولا تسمع تصرف سيء ولا يتعمل اي شيء. فرح بيبقى عباره عن كرنفال جميل ويوم عيد، ما بنشوفش بعض كلنا، يعني معظم اللي في نادي الجزيره اعضاء نادي الجزيره مش اهل الجزيره. نعم. يجوا جري على النادي، انهم معظم اعضاء نادي الجزيره اعضاء في النادي الاهلي. فتبص لهم كلهم جم، ايه يا جماعه سبتوا النادي ليه؟ يقولوا ده بيتنا، بيت العيله، نيجي نطمن عليه في الانتخابات وننتخب المجلس بتاعنا ونمشي نروح هناك. شوف شوف التصرفات الجميله، التصرفات الراقيه، الراقيه اللي تفرح. ما كانش فيه الكلام ده كله، نتفاجئ دلوقتي كلام يتقال وتصرفات سيئه وحاوريني مش عارف اسمها ايه. طيب كلمه اخيره سياده اللواء سفير نور لاعضاء الجمعيه العموميه النادي الاهلي، خاصه ان المرحله الجايه هتبقى مهمه، حضرتك تقول لهم ايه؟ بقول لهم يا اعضاء النادي الاهلي، يا جمعيه، يا جمعيته العموميه، ارجوكم ارجوكم عشان خاطري وعشان خاطر النادي الاهلي قبلي وعشان مصر، نروح ونكمل العدد اللي هم بيحاولوا يعجزوا بيه النادي الاهلي، وان شاء الله هيكمل. وبقول لكم هتيجي تحضر تكتب اسمك وتحط صوتك وتمشي في 10 دقائق، في ربع ساعه، في ساعه يا سيدي، شوف حبايبك اللي ما تشوفهمش طول السنه او الاربع كل اربع سنين مره، وتمشي بالسلام. فعشان خاطري نكملها بحيث ان احنا اخر النهار نعدي ال 12000 ونص اللي هم طالبينهم، ونوريهم ان احنا برضو اجدع منهم. سياده اللواء سفير نور، يعني في الختام انا بشكر حضرتك وتشرفت بوجود حضرتك معايا النهارده. لا ده انا اللي سعيد جدا يعني، ودايما كده اشوف حضرتك والله بتمنى سعادة. انا بتمنى الخير، واتمنى ان النادي الاهلي بتاعنا ده اللي احنا تربينا فيه واحنا عيال صغيره، يعني ما حاجاش تضره وتاذيه، لا سيما انه نادي في قيمه ربنا كلنا احترام كبير، ويعني حاجات حلوه كتير تعلمناها من النادي الاهلي. برضو بشكر حضرتك مره تانيه، والاهلي فوق الجميع. العفو، انا سعيد جدا بلقائي معك. لسه مكملين مع حضراتكم، ولكن بعد الفاصل استقبل نجوم الكره الكبار، كابتن مصر النادي الاهلي كابتن محمد حشيش، وايضا كابتن مصر النادي الاهلي كابتن جمال السيد. ما تروحوش بعيد، نادي الاهلي حديث.